انا مش قايل لك تاخدي بالك، اديكي وقعتي اهو. هاتي ايدك لما اقول. الشجره دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. يا بنتي ما تزعقيش فيا كده. انا خايفه، خايفه قوي. طب ما انا خايفه اكتر منك. انا خايفه اكتر منك. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ السلم ده ما كانش هنا الصبح برضه. يا عم الفيلا كلها ما كانتش لسه اتبنت الصبح. انت بقى خلصنا. مش راضي يفتح. ده مفتاح العربيه. امال مش راضي يفتح ليه؟ تسكرتي ولا في ايه؟ طب جرب كده الريموت. ايه ده؟ انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا في فيلتي؟ بابا؟ انت عجزت كده ليه؟ ده انا سايبك صغير الصبح. هو انت يا جار الهنا ولا مملي عصابه وجاي تهجم عليا في رصاص الليالي؟ دول صحابي يا بابا. انا مش ابوك. ايه؟ يعني انا ابن حرام؟ وجئت لاعلمه من اين ولكني اتيت ولا ايه؟ يا عم اتيت وانت قاعد شويه. ده ممحون بجاري. ممحون بجاري؟ ممحون في عينك قليل ادب. هتمشي ولا اجيب لك البوليس؟ لا 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 يا عم، بص والله 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 احنا غلطنا في الفيلا. انا عارف يا بريئه انك انت بريئه. انا عارف الذنب كله على اللي مترباش ده. خش جوه. يلا حصلي زميلتك جوه. خش. انا عارف انت بريئه. البابا قال. طب يلا بينا احنا ولا ايه؟ احنا هندشدش الباب ده على اللي فيه. هما فين؟ امسك. يا استاذ ممحون. يا استاذ ممحون باشا. استاذ ممحون ممكن البنات؟ ده الجيران اللي بعديها مش كده. يا استاذ ممحون دي الجيران اللي بعديها مش كده. مش هتاخد الجوزه طيب؟ شكلهم هيطولوا. ايه دي؟ دي الجوزة. طب يلا زي الفل. دعوة العزم. زين جميل. ايه ده؟ ايه ده؟ ابو تعالوا. تمام قوي. لا والباب مفتوح لوحده. ده انت لنتك سودا النهارده. يلا. ايه يا بت في ايه؟ خايفه حبك. حب ايه؟ ده انا عرفت من نص ساعه. من اي حد بيحضني ويبصني بحب. ده انت حبيتي بقى مصر كلها. بقولك يا بت، انا ما بحبش الصورة دي. يعني ايه؟ يعني بحب البت اللي تكون صعبة شوية. يعني اول ما تشوفني تطلع تجري، اقوم طالع اجري وراها. اشدها من الفستان يتقطع. ابص انا بقى ساعتها. يعني احسسيني كده بشوية مرمطة. ده انا همرمطك. انا اللي همرمطك. خد يالا هنا يالا. ايه ده؟ ايه؟ مين اللي جاب صورة الست المجنونة دي هنا؟ ولا مين دي اللي مجنونة يا بنت المهبوش؟ ده أمي. هو أنت أمك بقى تبقى سوسن مبادئ؟ سوسن مبادئ؟ ومصدعانا بمحاضرات المبادئ والقيم والأخلاق. وفي الآخر تطلع أم تايجر المنحرف. طب احترمي نفسك يا حيلة أمك. انا امي ست محترمه وربتني تربيه محترمه، ولما تخش بيت العيله المحترم تحترمي نفسك وتبقي محترمه. ايه ده؟ نزلت الاحترام. راح يا امي. طب يلا يا صلع اللي فيها. يلا يا حبيبتي بره. يلا عشان تحاول المحاضره بدري. يلا يا حبيبتي. يلا يا اهلي. يلا. ليه كده بس يا مان؟ في حد يرفض النعمه يا مان؟
سكراني انا ولا ايه؟ لا تعالى معايا. ايه رايك في اللون ده؟ وعلى فكره انا جاهز بس الفتره محدوده. انت الحقيقه ما تلحقنيش. لا 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 انا ماليش في الالوان والمقاسات دي، انا ليا في دي. ده اليوم الاسود ده اسود في اسود كتير. على فكره الاسود والسيلفر احلى الالوان. اه على اساس ان احنا على الشارع العربيه. اجيب لك واحد اصفر وتبقي تكسب عاصمه. انا كل لبسي اسود، في مانع؟ لا مانع ايه، ربنا ما يجيب مانع خالص. يا ابني لا دي العيله يما. لا 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 مشطم ولا هو بيتكم مسكون بعفايد من شارع الهرم ولا ايه؟ قولي لا هو اللي بيحصل كده شويه. حبيب قلبي بجيبي بوسه. صوت حد تحت حسين يكون ابنك جه؟ ابني؟ لا اطمني، ابني بيبلبط في اسكندريه، هو بيبلبط هناك واحنا هنختص هنا. انت بتختص لحد فين؟ انا بجيب الاعمار. انا ابويا اتهطل على كبر. ايه الصوت ده؟ دي رساله من تحت الناس. اني اقدرك اقدرك اقدرك. يا نهار اسود. ابني ايه؟ انا عمي مات. انت قلبت غوريلا ولا ايه؟ الشعر اللي بصدرك ده في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقول لك عمي مات. اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا رقم 010 والباقي كله حايد. اشوفك بعد الاربعين. يا عم اخوك مات. مات. طيب مات. عرفت انه مات. مات. واللي انا باظي وادينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف نايف في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره ساوسه. ساوسه مبادئ اخرس عيوني. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ايه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ كده ايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. اه يا رجل ايه؟ اه خلصت؟ اه سعيكم مشكور.